شكرا للزميل سلطان الشمسي على هذه الجولة المميزة في سوق الجبيل، وتعرفنا اليوم بالتحديد على قسم جميل من أقسام سوق الجبيل وهو قسم الأسماك. تعرفنا على أنواع الأسماك وكذلك أسعارها المختلفة والمتنوعة. مشاهدينا ننتقل معاكم إلى فقرة أخرى من فقرات صباح الشارقة، ومع بداية العام الدراسي والاندماج في الفصول الدراسية يتعرض الأطفال للعديد من مسببات المرض من جراثيم وغيرها من مقومات العدوى، فتتنوع الإصابات بين إصابة الجلد والعيون والجسد والأنف والأذن والحنجرة وغيرها. حول هذا الموضوع مشاهدين يسعدنا نرحب معاكم بالدكتورة ماي محمد مزنر، أخصائية طب أطفال. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم، شكرا على هالاستضافة الحلوة. حياك الله. الله يسلمك ويعافيك. في البداية دكتورة ماي، نتكلم عن أهمية الاستعداد النفسي والجسدي بالنسبة للأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد والعودة إلى المدارس. طيب نحن على طول منفرق، منقول هيدي الفرصة وهالمدرسة، هي نحن هو عام بكامله، فبالتالي ما لازم كمان نحن خلال الفرصة، يعني خلال فرصة الصيف، انه نلخبط كتير نغير ببرنامج وتنظيم وقت الطفل. يعني نحن حتى مع انتهاء العام الدراسي ما لازم نعود الطفل انه هلا انتهت المدرسة انتهى النظام. فبالتالي الأهل اللي خلال الفصل كل الفصل الصيف انتزع كل تخربت كل النظام تبع تنظيم وقت الطفل، لازم يبلشوا قبل بأسبوع أسبوعين من العام، قبل بداية العام الدراسي نحضر الطفل. كيف نحضره للطفل؟ بنعوده على النوم المبكر. النوم شيء ضروري جدا كرمال الطفل يفوت باستعداد قوي، لانه ما معقول اكيد طفل معود نام مأخر بده يجوع بكير على 6 الصبح يروح على المدرسة بده يروح نايم كل الفصل، كيف بده يستفيد هالطفل؟ فقبل باسبوعين بنعود انه بنبلش من تنظيم وقت الطفل. حلو. من النوم المبكر بنبلش ينام، ياخذ وقته ينام يرتاح، اقله لازم ينام 8 ساعات. بيوعى هالطفل لازم نكون نحن كمان منظمين له وقته خلال النهار، يعني كمان لما بنرجع من المدرسه لازم نكون كمان عندنا برنامج، شو بده يتغدى الطفل او بده يتعشى، كيف بدنا نحضر الدروس، كله هيدا كمان لازم يكون مبرمج قبل الوقت، وبنكون كمان نحن محضرين له انه نظمين له وقت اللعب، لانه قبل كان وقت اللعب مفتوح. فقبل باسبوعين بنكون نحن حددنا شوي وقت اللعب، بلشنا نحضر الطفل كمان انه نراجع شوي الدروس قبل دخوله على العام الدراسي. من ناحيه ثالثه هي الغذاء، لازم كمان نكون عارفين حالنا كيف بدنا ننظم انه نبعث شو بدنا نبعث اكل للولد، وكل هالامور كمان لازم تكون مجهزه، ولازم نحفزه على الدخول بنفسيه مرتاحه للطفل. مش انه بس الاغراض موجودين، كمان لازم تكون هيك نفسيته متحمس رايح يلتقي باصحابه، رايح يدرس يتعلم قصص جديده، كمان كله هيدا بيساهم انه يفوت على العام الدراسي مش قلقان وخايف، بالعكس محمس وفايت بده يجتهد وبده ياخذ علامات منيحه. جميل جميل رائع. زي دكتورة كذلك مع بداية العام الدراسي وعنده يعني دخول الأطفال إلى المدارس، تبتدي هناك تنتشر بعض الأمراض والعدوى خصوصا مع تقلبات الطقس يعني اللي قاعد نعيشها، فبالتالي كيف يعني نحافظ على صحة الطفل قبل لا يبتدي بدخول المدرسة، وكذلك شو هي أبرز الأمراض اللي تنتشر دائما في المدارس؟ هلا نحن صراحة خصوصا بالامارات عم نشوف ان كان بفصل الصيف او بفصل الشتاء تقريبا نفس الامراض المعديه الجرثوميه، اللي هي اكثر الامراض هن نزلات البرد والانفلونزا، لانه حتى من كم يوم بعدنا عم نشوف حالات انفلونزا، هي عادة المفروض تنتشر بالجو الكتير بارد، ولا هون لأنه في كمان المكيفات عم تلعب دور، والسفر على مناطق باردة والعودة على الإمارات، فكمان عم بكون في عنا هذه الحالات، وأكيد النزلات المعوية. ليش بالمدارس؟ ليش منقول عطول هيدي فوتة المدرسة، فتنا على المدرسة يعني ما نبلش الأطفالنا يمرضوا؟ لأنه في تجمع، في اعداد كبيره من الطلاب اللي هن اعمار مختلفه من الاعمار الصغيره بمكان واحد مزدحم، في اطفال بيتباوسوا، الاطفال بيلعبوا مع بعض، كمان بيكونوا متواجدين بصف كثير قراب من بعض، بيتنفسوا بنفس بعض، بيسعلوا بوش بعض. فطبيعي المرض لما طفل بده يلقطه اكيد في خطر عدوى، والعدوى كيف فيها تنتشر بالصف بشكل سهل. هلا شو الابرز؟ اكيد في نزلات البرد والانفلونزا، وفي نزلات المعويه اللي هي الاسهال والتقيؤ، ولكن ما ننسى مرض الحصبه
اوكي، مشان من هون اهميه اللقاحات. نعم. مرض الحصبه كمان اذا طفل بقلب داخل الصف لقط مرض الحصبه بينتشر بشكل جدا بسرعه. مرض جدره المي كمان، لان احنا ما بنشوف كثير لانه عم في التزام باللقاحات الالزاميه. الامل بالشعر كمان نحن هلا بنلاحظه كمان عند دخول المدرسه، فمن هون لازم الام قبل ما عم تبعت طفله على المدرسه تنتبه نمشط له شعره، وننتبه انه نكون محممينه قبل بليله ومتاكدين انه شعره نظيف، وخصوصا اذا بلش يحكحك بجلده فروه راسه. نعم. هون لازم ما نبعته على المدرسه ابدا. نعم، ذكرتي مجموعه من الامراض المعديه اللي ممكن ان تنتشر بين الاطفال بشكل كبير، هل هناك عوامل دكتوره تساهم في تسريع انتشار العدوى بين الاطفال، وشو هي ابرز هذه العوامل؟ هلا الجرثومه هي كائن حي موجود وين ما كان، موجود بالتربه، موجود على الطاوله، موجود بالنفس، على اليدين. فالعوامل اللي بتساهم بانتشارها هي اول عامل هي قله النظافه والتلوث. يعني نحن اذا معودين طفلنا انه ما معودين وما معلمينه كيف انه نظافه اليدين اهم شيء، انه لما نحن نسعل ما نسعل بايدنا ونسلم على غيرنا، بالعكس يا يعني نسعل بمنديل يا بالكتف، وننتبه انه دغري نغسل ايدينا، ما نضلنا عم نحط ايدنا على منخورنا او على عيننا، خصوصا من بعد ما نكون سلمنا على طفل تاني. عدم تشارك الشوكه والملعقه والكبايه مع طفل تاني او المشط كمان كرمال الامل، فها اهميه ان نحد من العدوى من انه نلتزم بامور النظافه الشخصيه البديهيه. نعم. جميل. دكتوره يعني قبل المدارس ممكن مثلا نحن بعض الطرق اللي نعزز من خلالها مناعه الطفل، خصوصا ان الطفل دائما تكون مناعتهم ضعيفه في المراحل مع انتشار العدوى اللي موجوده، فشو هي ابرز الطرق اللي من خلالها ممكن نعزز المناعه؟ هل مثلا في ادويه، فيتامينات، يكثرون مثلا شرب الماء، العصائر اللي ممكن تزيد او ترفع مناعه الطفل؟ اكيد الغذاء السليم، بنقول نحن الجسم السليم الغذاء السليم. نعم. الغذاء السليم هو اساس صحة الإنسان وصحة الطفل. نعم. هلا نحن ما لازم نحكي بالأدوية، لازم نبلش مثل ما قلنا بالأساس اللي هو الغذاء. نعم. نحن إذا الغذاء متنوع في فواكه، خضرة، أسماك، كنا بعدنا هلا عم نحضر ريبورتاج عن الأسماك. نعم. الأسماك غنية بالأوميجا 3 وهيدا بيساعد على تنمية الجهاز المناعي عند الطفل، وحتى الذكاء هلا فاتين على عام الدراسة كتير مهم الذكاء، إنه الطفل يكون قاعد عنده قدرة على التركيز. والمكسرات ومن الفواكه الحمضية اللي فيها الفيتامين سي، هيدا كمان بتساعد على تعزيز مناعة وقوة مناعة الطفل. الخضرة، السبانخ اللي فيها حديد، الفيتامين بي كومبلكسز كلهم هاو، يعني الخبز، القمح الكاملة، كله هيدا بيساعد. فنحن لما منحضر الطفل بالنسبة انه لما منبعته على المدرسة نكون محضرين له هاللونش بوكس، هيدي العلبة الأطعمة يكون فيها حصة فواكه، يكون فيها ساندويتش خبز قمح كامل. نعم. نكون حاطين له فيها مثلا خس، بندورة، كله هيدا مثلا كباية عصير، نكون نحن محضرين العصير. يعني العصير طازج نبعته مع الطفل. صح. كرمال ما يلجأ لأنه يروح على الدكانة أو على سوبر ماركت ياخد ينقي العصير اللي بيجي علب اللي هو ما فيه هاي كل الفيتامينات اللازمة. نعم. للطفل. نعم. فما في داعي للأدوية، بس ما عذرا عن المقاطعة، وأهم شيء نكون قبل الدخول على العام الدراسي متأكدين أنه الطفل أخذ كل اللقاحات ضرورية، بالتالي بتكون مناعته محضرة كرمال يفوت. نعم. على جاوبتي على سؤالي دكتورة، كنت بسألك أهمية اللقاحات اليوم والتطعيمات بالنسبة للطفل للوقاية من العديد من الأمراض اللي ممكن أن تنتشر بشكل كبير في المدارس، في المجتمعات العامة، في الأماكن العامة. ونتكلم بعد عن جانب آخر، أهمية التشخيص المبكر ومتابعة الحالة الصحية بالنسبة للطفل كذلك. أنا بحب أكيد شدد على كلامك بالنسبة للقاحات، ونحن هلأ شهر أكتوبر مفروض بتبلش حملات لقاح الإنفلونزا، فأنا بشجع كل الأهل هني وأطفالهم كلهم نروح على المستشفى ونحصل على لقاح الإنفلونزا، كرمال كمان نمنع انتشار عدوى مرض الإنفلونزا. نعم. هلأ من ناحية كيف نحن
رح نقدر نحصن الطفل داخل خلال هالعام الدراسي جسديا وباللقاحات، ونحن ونحافظ على صحته بكل اللي قلناه سابقا. فنحن بدنا نكون مأمنين أنه اللقاحات أخذناها، غذائنا كان سليم، صحته منيحة. إذا الولد مريض ما نبعته كمان على المدرسة، لأنه أكيد لما بنبعته على المدرسة رح إذا كان مريض رح يساهم أنه بانتشار العدوى. وبالتالي شو بيصير كيف بدنا نشخص مبكر؟ نحن ابننا مريض ما بنبعته على المدرسة، بناخده عند الطبيب. الطبيب بفحص كتير بسيط بيقدر يشخص مرض الإنفلونزا. فحص بالأنف كتير بسيط. كمان التهاب الوزن ينتشر بعمر الست سنوات، من ابتداء من عمر الست سنوات الستريبتوكوكس البكتيريا بتنتشر عدوى جدا بسهولة، كمان بتنتشر بين الأطفال. فبالتالي كمان تشخص بصواب صغير فحص للوزن. كمان فالتشخيص المبكر بيحمينا من أنه نبعث هالولد على المدرسة ويعد الأطفال الباقيين بالصف. قبل أن نختم الفقرة هذه دكتورة، نبغي نصائح عامة نوجهها للأهالي، وخصوصا بعد أنهم راح يكونوا معرضين أن تنتقل العدوى خصوصا اليوم تشوف إذا الطفل مرض دكتورة صح؟ العائلة كلها تمرض، فبالتالي بعض النصائح نوجهها كذلك للأم والأب. رح نحكي بالأول أنه هاو الأمور بديهية. هي أول أمر النظافة الشخصية. تعليم الطفل نفرش سنيننا، نغسل إيدينا كتير منيح، أمتى لازم نغسل اليدين، نتحمم كل يوم، نمشط شعرنا. هاو الأمور اللي كتير بديهية هي حماية الجسم ضد الأمراض المعدية. من تاني شيء مثل ما قلنا أكيد بنشدد على الغذاء السليم والتأكد أنه الطفل ونحن كمان حصلنا على كل اللقاحات اللازمة. وبعدين الأمر بيرجع أكيد للأهل وقدي نظرتهم للطفل. فإذا حسوا أول عوارض التعب الحرارة ما نبعته على المدرسة، ناخده عند الطبيب. قبل ما نختم الفقرة بعد أبا سألت دكتورة مايا عن في كثير من الأمهات يعني يعتمدون على المسكنات بالنسبة للأطفال، يعني إذا حست شوي الطفل مثلا فيه أعراض البرد، فيه إنفلونزا، تعطيه هذه المسكنات. هل هذه المسكنات أضرار على الطفل أو على صحة الطفل أم لا؟ أنا بفضل نحن ما نعطي طفلنا إلا دواء ووصفه طبيب. وكمان هون بشدد أكيد على المضادات الحيوية، لأنه نزلات البرد علاجها مش بالمضاد الحيوي. إذا كان التهاب اللوز لازم ناخد مضاد حيوي مثلا بحالات معينة، المضاد حيوي منه شيء بسيط. بالعكس عنده مضار. والمسكنات نفس الشيء كله له مضار، لأنه هيدا دواء بالآخر عم بفوت على جسم الإنسان، في يأذي الكبد، في يأذي الكلوة، في يأذي معدة الطفل. فبالتالي نحن أهم شيء لما نحن نحس أنه طفلنا مريض ناخد الحرارة. إذا الحرارة عالية بنعطيه مخافض الحرارة. والمسكنات وأدوية الحساسية كمان لازم تكون عند بعد استشارة الطبيب. جميل. يعني مسألة انتقاء الدواء اللي نحن نعرفه ونشوفه هذا شيء خاطئ جدا، خصوصا مثل ما ذكرت دكتورة مضادات الحيوية، خصوصا موضوع الالتهاب اللوز ممكن يكون فيروس ويصاب به الجهاز التنفسي أو بكتيريا. فبالتالي نحن لازم نفرق ونعرف شو هو الدواء السليم، خصوصا يعني أطفال مو بكبار. شكرا لك دكتورة على وجودك معنا، يعطيك الصحة والعافية. شكرا على هالاستضافة. شكرا. الله يسلمك. نشكر مشاهدينا الدكتورة مايا محمد أخصائية طب أطفال على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. مشاهدينا بعد الفاصل مجموعة من الأخبار المنوعة، ابقوا معنا.